مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة، أهلا بحضراتكم. حلقة جديدة من حلقتنا، إن شاء الله النهاردة هنعمل مهارات جديدة، وصفات جميلة وإن شاء الله تنول الإعجاب. هنبدأ أول حاجة بوصفة لطيفة جدا محببة لينا أكيد في فصل الشتاء، شوربة العدس. شوربة العدس دي عبقرية، والعدس دي فوائد كتير جدا، وطبعا هنتكلم عنها وهنقول ان اختلاف الثقافات من بلد لبلد ممكن يخلي ان في بعض الدول بتعمل العدس مش زينا الاصفر، بتعمل العدس اللي بجبه في الشوربه وبتعمل ليه يخنات وحاجات جميله جدا. هنبدا نعمل ده، بس احنا النهارده هنعمل شوربه العدس بطريقه لطيفه. النهارده هضيف ليها البطاطا او القرع لو موجود عندكم مكان البطاطس. خلينا نقول بسم الله ونبدا المقادير ونتكلم مع بعض واحنا شغالين عن الوصفه اللطيفه دي. طيب، شوربه العدس عندي ربع كيلو من العدس الاصفر مغسول طبعا وتمام، عندي بصلايه متقطعه 4 أرباع، وعندي طماطمايه وست فصوص من الثوم، عندي بطاطا متقطعه مكعبات، وعندي عود كرفس، وعندي شعريه، وعندي زبده، عصير ليمون، ميه سخنه، مكعب مرق حسب الرغبه، هنقدم معاها بصل اخضر، ولو عايزين عيش مقرمش يبقى جميل. طيب احنا هنبدا اول حاجه، بسم الله، اديني ايه اطفي دي. هنبدا كده هنحط المحتويات الجميله دي هنا، الا وهي العدس، بسم الله، والجزر. العدس ده انواع كتير جدا، العدس الاصفر اللي احنا بنستخدمه دلوقتي وله فوائد كتير وفي نسبه فيتامينز ما بيسببش غازات للبطن وسهل الهضم، وفي العدس البني الخام، وده اشهر واحد يعني فيهم هو العدس اللي بجبه. بصوا حط المرق، في نسبه عاليه من الكربوهيدرات والدهون، وطبعا فيتامين بي 6 ونسبه حديد حلوه، يعتبر اكتر واحد له فايده. العدس بقى البرتقالي ده المجروش، بصوا عود كرفس واحد كده، شايفين الجمال ده، بيكون العدس ده بيبقى فيه نسبه الدهون اعلى شويه، حط كده شويه من الميه السخنه. وفي بقى العدس الاسود ده بيبقى فيه نسبة عالية جدا من الفوليك والحديد، مفيد للأطفال جدا جدا، بصوا، وللسيدات كمان الحوامل، بصوا. وطبعا في العدس الأخضر، هو ده مش موجود عندنا، بصوا أنا هحط عود بس من البصل الأخضر عشان ما بقدرش في الشتاء يبقى فيه عدس وما احطش بصل أخضر، وعلى فكرة هو من عائلة الكرات وبحط كمان الأخضر بتاعه عشان بس تبقوا انتوا عارفين يعني. طيب مش بس كمان بناكله كده، تعالوا بقى نشيل ده، هحط معاه، انا حطيت مرق، هحط رشه ملح خفيفه، انا كده كده هطعم الملح ده في الاخر، والكمون مش هحطه دلوقتي، الكمون لو عندي حب هحط ربع معلقه عشان الغازات وعشان الريحه وعشان الحب دايما ما بيبقاش طعمه بيمرر مع الغليان، لكن لو انا مش عندي يبقى انا مش هاجل خطوه الكمون. الناس بقى اللي بتحب البصل الاخضر عايزه اقول لكم فوائده كتير جدا. اولا مضاد للالتهابات والفيروسات، كمان بيقلل من مستوى السكر في الدم، هو مفيد، والناس اللي بتبقى عايزه تخسر وزن غالبا ما بيحطوه اكتر على السلطات والحاجات، مفيد جدا للنظر برده مش بس الجزر، وفي فيتامين سي، بيقوي كمان الكولاجين في الجسم بشكل كويس، ف بيقوي كمان العظم. فالبصل الاخضر ده نعمه جميله جدا جدا، ويعني ايه استمتعوا بيه فتره الشتاء بجد هتستمتعوا بيه جدا. بصوا بقى، يبقى انا حطيت اول حاجه هنزل مكوناتنا مره تانية ونشوف كده شكل شوربه العدس الحلوه دي. انا عملت ايه؟ انا جبت العدس الاصفر ربع كيلو، غسلته ويعني غسلته كويس لحد ما الميه بتاعته بقت بيضه وحلوه كده، وبعدين حطيته، حطيت عليه البصل، وحطيت عليه طماطمايه، وحطيت عليه ست فصوص ثوم، حطيت جزر مكعبات، بطاطا مكعبات او مكانها قرع لو ما فيش، بس جربوا البطاطا مكان البطاطس وهتدعوا لي، عود كرفس وشعريه دي بعدين لما هنقفل العدس بتاعنا حطيت، وعندي طبعا زبده، عصير ليمون، ميه سخنه، مكعب مرق. نقدر نحط مكعب المرق ونحط الباقي ميه، او نحط زي ما انا عملت
دوبت المكعب في الميه اللي انا هحط فيها وسقيت بيها الايه العدس بتاعنا. هو ما بياخدش وقت كتير. في ناس بقى كانت تحب الشوربه دي تعملها مجروشه، عارفين زمان كان في كده صفايه اللي هي بتلف دي، فاكرينها الصفايه دي؟ كان في ناس تحب تحط فيها تحس ان الشوربه دي مجروشه كده وليها طعم. ودلوقتي بقينا بنستسهل وبنضرب في الخلاط على طول، فانا خليني بس الاول ايه اعلي نار هنا شويه عشان تبدا تبقى تمام، وهحمص كده جنبكم شويه من الشعريه جهزها جنبي عشان لما اجي احتاج العدس ان انا احط عليه الشعريه تبقى جاهزه خلاص. وما بسويهاش بنسبه كبيره في العدس، يعني بخليها نص سوا، لان هي طول ما هو بطفي عليه وبسيبه سخن هي بتستوي. فانا لو سويتها كل التسويه وهي في العدس وانا شفتها خلاص استوت، هاجي بعد ما اسيبه يفضل يهدى على النار كل ده تسويه فتلاقوها عجنت، فما بيبقاش حلو. ولو الناس اللي محبه للشوربه ان تشربوا شوربه يعني ليها قوام كده متوسط، مش هتبقى حابه قصه ان الشعريه تبقى تخينه دي. نقدر نعمل منه فته، يعني بناخد العيش كده ونحمصه في الفرن، بيتقطع مكعبات ويتحمص، وبنبدا بقى نحط مع العدس بتاعنا وجزء كده من العيش، وبعدين نحط شوربه العدس دي بتبقى تخنت شويه كده، في ليها سماكه شويه كده، وبنتعمل لها بصل كمان مقرمش من فوق، تحط تتاكل فته كده. ممكن يتاكل بقى معاها البصل الاخضر، وممكن تبقى شوربه تحط معاها برده مكعبين كده من العيش متحمصين في الفرن خفيف بسيط، وبتحط عصير الليمون وتتشرب وتستمتعوا بيها. شوربه جميله بتدفي حلوه، واهم حاجه نصفي عشان في هنا قشر طماطم. اعتقد ان مفيش حاجه تانية ممكن تتصفى غير هي الطماطمايه بس، لكن طبعا اللي حابب يصفي تمام. انا هنا بسخن الطاسه هنا وهبدا كده عشان ابقى ادي طعم للعدس كمان مكعب الزبده. فانا هقلي او هشوح يعني الشعريه دي في الزبده. طيب الناس اللي هي حبايبي ما بيحبوش الحاجات الدسمه او مش عايزين القلي او حمصوها في الفرن، هتحطوها في الفرن زي ما هي كده وهتتحمص ونقلبها كده وتتحمص تاخد اللون بتاعها ونحطها. مفيش اي مشكله خالص. طيب انا دلوقتي بقى هاخد كده مكعبين الزبده دول ونروح هنا، وطبعا معاهم ده معاهم نقطه زيت واحده، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان تمنع ايه احتراق الزبده. خلاص وننزل كده الشعريه شويه، نص كوبايه، انا مش عايزه كتير، انا عايزاه يبقى فيه طعم ولكن ما يبقاش عجينه، يعني ما يبقاش فيها كميه كبيره من من الشعريه. خلاص بس كده نص كوبايه صغنونه، ونقلب بقى الحبه الحلوين دول. في ناس بتحب بعد ما العدس ده بيطلع تروح عامله عامله له مثلا بصلايه، انا من الناس دي بحب. في ناس بتعمل له توم، انا بصراحه بحب البصلايه اشوحها واحمرها زي ما بنعمل للبصاره وزي ما بنعمل للكشك كده، تبقى ذهبي بس مش توصل للون بتاع الكشك والبصاره، وبعدين مع معلقتين زبده حلو او سمنه بلدي واروح ضيفهم جوه العدس كده، بيبقوا جمال جدا في الاخر الحقيقه، بيدوا طعم كده جميل جدا. هي الحقيقه من الشربات الرائعه المغذيه واللي كلنا بنحبها، ودول كتيرة يعني بتشاركنا في حب الشوربة دي، وطبعا مع التألق في أنواع العدس المختلفة. بصوا كده نقلب بقى تقليبة حلوة كده، وإيه أيوة أنا بحاول أشوف لو في حد من حضراتكم باعت أسئلة أو حاجة، ونبدا نتعامل بقى. واي اسئله والله حضراتكم بتبعتوها انا فورا يعني بجاوب عليها على طول، ما بستناش علشان اصدقائنا يلاقوا الوصفه، وحضراتكم اول ما تبحثوا عنها تلاقوها. نبص بصه كده، يبدا بقى شوربه العدس هنا هنقلبها تقليبه حلوه كده. احنا اتفقنا ان احنا هنا مش هنحط جوه المرق الكمون لو هو باودر، هنحطه يكون بالظبط كده حبوب، يعني حبوب افضل. ماشي، هنسيبها بس تغلي كده. وانا على فكره من الشخصيات اللي ما بستناش الخضار يستوي بنسبه 100% عشان عايزه اخد الفايده بتاعته كلها، فبستناش عليه. بحط لو عندي عود كرات هحطه فرنساوي، او مكانه البصل الاخضر
من نفس العائله. معانا. الفزوره مش هقول لك عليها دي بقى عشان دي فزوره. ايوه صح. هما كشفوني عرفتوا دي لايه طبعا اكيد يعني استشفيته. ايوه انا منع. ايوه ان شاء الله تعجبكم باذن الله. بصوا كده احنا ايه بنشوح كده الشعريه وانا معلقه الزبده دي انا طعمت بيها عشان اللي مش عايز يحط حاجه تاني غير شويه الشعريه ماشي. على فكره في ناس تحب تحط الشعريه وفي ناس ممكن تحط لسان عصفور عادي على فكره الاثنين كويس بس احنا المتعارف اكتر بنحط فيه الشعريه. طبعا الشعريه مع الزبده او معلقه السمنه البلدي جميله. بصوا بقى جربوا بقى مكان البطاطسايه. البطاطسايه دي لو كانت كبيره شويه وجينا نضرب الشوربه في الخلاط تلاقوها بتعمل مطه كده ليها مطه كده تلاقوا الشوربه فساعات ما بتبقاش يعني الطعم قوي. لكن جربوا بقى البطاطايه او جربوا القرع العسلي مكعبين ثلاثه منه كده وشوفوا شوربه العدس دي طعمها يبقى عامل ازاي. خدوا فوائد حاجات احنا مش عاده متعودين عليها. اهو هنشوحها بقى حلو. شطوره يا قمر كده ونقلب تقليبه حلوه. واول ما توصل كده لدرجه معينه هروح رافعه الايه الطاسه عشان ما تتحمرش زياده. احنا برضو عايزينها لونها يبقى خفيف. وطبعا الخلاط جنبي هبدا اضرب المكونات وارجعها تاني. احلى حاجه بقى ان احنا نعصر كده عصير الليمون. اللي عايز يعمل بصلايه يا جماعه مفيش مشكله بصلايه صغيره كده تدي طعم. في ناس بتحط مع البصله دي توم او العكس تحط توم بس. انا بصراحه ما جربتش التوم بس ده او يعني انا حبيتها بالبصل اكتر لكن كل واحد طبعا على حسب ما بيحب. بصوا كده اهي هكتفي بقى باللون ده مش عايزه الونها عن كده بس اسمحوا لي. اما هرفعها بقى اجيبها كده وهي لسه هتفضل شغاله وده من ضمن الحاجات اللي تثبت لنا انها هتاخد تسويه تاني هتاخد لون ازيد عشان كده انا رفعتها بدري. لو انا رفعتها في اللون اللي انا عايزاه هتقعد شويه وهتغمق عن كده كمان. خلاص اهو وهي مرفوعه من على النار بدات برضو اللون زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الله الله والكرفس عامل شغل عليه جدا الحقيقه يعني. بسم الله الله ايه الجمال ده. حط معلقه ملح بقى كده صغيره وعايزين نجهز الكمون القمر. احنا كان في كمان دبس رمان يا ولاد. ها بصوا الله. لا بصوا الجمال الله 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 الله. انا شويه بس 5 ثواني كمان انا ممكن في المرحله دي ازود شويه ميه سخنه زياده اهي اهي. بصوا شويه ميه سخنه زياده والقوام يرجع لحضرتك قوام الشوربه زي ما انتوا عايزين. انا ما بحبش اضرب المكونات زياده يعني ما بحبهاش تستوي زياده قوي تتهري. انا عايزه احس بالفوائد اللي فيها وعايزه اخدها واستمتع بطعمها. خلاص فاحنا يا دوب كده بس العدس يبدا ايه يدخل في التسويه يعني. خلاص وهغطي بقى. بصوا الشعريه بعد ما سبناها خدت اللون ازاي يعني ازداد الدرجه بتاعه اللون. وده اللي انا اقصد اقوله لحضراتكم ان في لسه بعد ما بنطفي النار بيبقى فيه تسويه لسه شغاله لان الحاجه دي بتفضل سخنه. خلاص تسلم ايديكم. طيب هنبدا بقى كده. طبعا اللي يجي بقى يستخدم المج بتاعه بنروح حاطين له كده مكعب زيت صغنن وايه وشويه عصير ليمون ونديله العيش المقرمش وياكل ولو حابب بصل مفيش مشكله. هنبدا بقى نجهز الخلاط. اوكي يا حبايبي انا ممكن بقى استعد ان انا اخلط دول في الخلاط عشان ما ادوش حضراتكم بالخلط الكتير وايه ونرجع نستسمحكم في استراحه ونرجع بعد الاستراحه نكون ضربنا شوربه العدس الحلوه دي ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض فيها ونقدمها سوا ازاي. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. بصوا كده القوام اهو هما بقى عايزينه تقيل وجميل كده. انا طبعا عشان احط الشعريه لازم اضيف شويه ميه اهو ده الكرفس بقى والبطاطا والحاجات هضيف كده شويه ميه عشان لما احط الشعريه تستوي معايا على طول. وهنزل الشعريه
اهو خلاص، وهنقلب تقليبتين ونديها غلوتين، وبعدين نبدا نقدم الايه شوربه العدس بتاعتنا القمر دي. الله، بصوا تغلي بس غلوتين حلوين. تمام، طبعا عندي عصير الليمون، هنبدا دلوقتي حبه كمون حلوين كده ونقلب، وطبعا بندوق الملح لو في اي حاجه. احنا دوقنا، نشيل بس الكزرايا هربانه هنا اهي، اللي عايز يصفي براحته، بس هو عشان في كرفس بقى وحاجات حلوه. تقدروا تقشروا الطماطميه قبل ما تحطوها عادي جدا على فكره. بصوا الجمال، تغلي بس غلوه عشان الشعريه دي تستوي، وبعدين نجهز الطبق بتاعنا. بسم الله، وطبعا اللي عايز مجات كمان من الشوربه ممكن جدا نعمل لنا برضو كده مجين حلوين للي عايز. هناخد فين الليمون؟ ده عصير ليمون، وادي ليمونه اهي. عصير الليمون ده ما بحطوش غير في الاخر خالص، لو حابين تضيفوه على نفس العدس، يعني حابين تحطوه على العدس نفسه في الاخر ماشي، عايزين تحطوه على الماج نفسه وقت ما نيجي نستخدمه برده ماشي، بس لا، لان الفيتامين سي بيتكسر في الحراره، فما احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نستفيد بيه. فانا هاجي اسخنه كله تاني هبقى ضيعته، فانا احسن لي ان انا اخد ايه، لو الكميه دي هتتشرب دلوقتي خلاص هستخدمه، لو الكميه دي هتقعد لا يبقى انا هحط على اللي هستخدمه دلوقتي، بتحط اخر حاجه اهو. يغلي غلوتين، دوق بس الملح. بسم الله، حلو قوي. لسه بقى مع الليمون اهو، دي السماكه بتاعته، اللي عايز يخفوا عن كده يا جماعه يخف، بس انا خفيت بشويه ميه لازم وقت ما اجي اسوي شويه الشعريه. خلاص، في ناس تحب الشعريه اكتر، ناس تحبها اقل، براحه حضراتكم، ناس ما بتحبش تحطها خالص. يلا بينا. ممكن نعمل كده، تعالوا ننزل مقادير حاجه جميله جدا هنعملها دلوقتي. كفته بالبرغل، كفته بالبرغل دي من الحاجات المحببه لناس كتير، وتعالوا نعملها كده بطريقه حلوه نستفيد منها ونبقى فكرتها جميله وسهله علينا، ونسويها في الفرن على طول. يلا بينا نقول المقادير. عندي كفته البرغل، كيلو لحمه مفرومه طبعا فيها نسبه دهن على الاقل 150 جرام ل 200 جرام معاكم زي الفل، كوبايه برغل منقوعه ومتصفيه، وبصلتين مبشورتين، هاخد الميه بتاعتهم او التفل بتاعهم، والميه مش همشيها. عندي معلقه كبيره بيكنج باودر، ودي من الاساسيات، العنصر المهم جدا جدا في الكفته، هيساعدكم كتير. بابريكا وملح وفلفل، فحمه اسياخ، شيش طاووق، وكمان لو عايزين تحطوا بهارات من بهارات اللحم هتبقى لطيفه جدا وجميله. بصوا بقى، هنسيب الشوربه دي شويه، خليني ازود ليها بس شويه ميه سخنه، ما بضيفش ميه ساقعه خالص، بضيف ميه سخنه. بصوا ما شاء الله ربع كيلو عمل لنا كميه حله كبيره مشبعه جدا وجميله اهي. عايزين بقى نعمل كده في البروكلي، عايزين نعمل كده في شوربه البطاطس، عايزين نعمل كده في شوربه الطماطم، شوربه البصل، الحاجات دي مهمه ومفيده في الشتاء، واكتر وقت بنقدر نشرب فيه الشربات المغذيه دي هو فصل الشتاء الحقيقه، فما فيش وقت تاني غير كده. خليني بقى ابدا دلوقتي اصب بس معاكم كده اللي هو المجز الصغيره دي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده، رائعة. للأسف، بصوا كده، بسم الله، بصوا الشعرية استوت على فكرة، عايزة أوريكوا شوية الشعرية، بصوا أهي استوت، طالما طريت وخدت شكل ال يعني واخدة كده مرنة كده تبقى تمام.
اي فندم طبعا طبعا يا فندم. هو وصى حضرتك على كده يا فندم؟ طيب يا فندم الراجل بيستأذن. حاضر. من عنين يا فندم. بسم الله. والله ده جميل. ربنا يا نهار ابيض ما خلفتش اصحح يا فندم. بس كده عينيا ليكوا كلكوا والله. ورانيا حبيبتي عشان بتحب شوربه العدس. معلش يعني انا حضرتك تذكرت العنصر الذكوري ولم تتذكر العنصر البناتي النسائي الجميل. حبيبه قلبي يعني. يا فندم اهي واحده رانيا واحده اللي بشوي والطبق الكبير ده حضرتك يعني براحتكم خالص. بصوا بقى هاخد كده. ماشي. بسم الله بسم الله. والله الشوربه دي بسم الله. والله عشان يبقى شكلها حلو بس ما ت... بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار ابيض. كوبايه بمج. في ناس تشرب في المج بتاع الشاي. كاسرولة. بصوا بقى الجمال. بسم الله. انجزنا والله يا استاذ فضل. والله تسلم ايدك يا فندم. ايوه يا فندم. بسم الله. ننظف بس حوالين الطبق القمر ده. حضرتك معايا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. خليني بقى ايه اعصر الليمونه الجميله دي من الاول. ايوه. وفي واحده وقعت هنا معلش نشيلها عشان اللي يجي ياكل ياكل وهو مستريح. طيب بصوا كده تمام. يا سلام. تسلموا يا حبايب قلبي. ممكن بقى ايه استنوا كده اخد لكم من هنا. يا سلام بصلايه كده خضرة قرن الفلفل الاحمر ده. تعالوا بقى ايه كم واحدة بصل اخضر هنا. يا سلام. خد اكتر من حقه يا فندم بس يستاهل والله يستاهل. حلو كده. يلا بينا هنقدم دي هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستعد بقى ايه نقفل الكفتة ان شاء الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. بسم الله. يلا بينا. تعالوا بقى نبدا دلوقتي نعمل الكفته في السريع. انا مجهزه كل حاجه. هفتح كده الكبه وهنعمل كالاتي. انا عندي البرغل شايفين منقوع وهعصره كده. هاخد منه كوبايه. العدس جميل والله من الحاجات الجميلة والشربات الرائعة المغذية. خلاص. مهم قوي موضوع البرغل ده كمان بيعمل معايا كمية. يعني البرغل ده من الحاجات اللي بتدي طعم وبيدي كمية للكم اللحم. عايزة اقول لكم بيحسن صحة القلب جدا والهضم جدا. مفيد للحوامل جدا والاطفال. في نسبة الياف حلوة وفي نسبة فيتامين بي بيقوي المناعة. بصوا ده أنواع على فكرة البرغل ده أنواع. في منه الأصفر اللي حضراتكم عارفينه. أيوة. بصوا كده. الأصفر ده أكتر واحد مشهور طبعا على مستوى العالم لأنه بيتصنع من القمح. ده اللي احنا بنستخدمه. وفي منه بقى الأسمر. تعالوا كده. المبشورة دي بصوا هعصر كده
هاخد التفل بس، هعصر اخد واحده بس اهي، والميه دي مش هرميها، هبصم بيها على الكفته، احنا عملنا كده قبل كده اهو. بصلايه خلاص. هناخد بقى التوابل، معلقه البيكنج باودر، واحط على اللحم هنا، وخليني هحط دلوقتي كمان عايزه اقول لكم بيستخدم كتير في المعجنات وفي حاجات كتير وفي التبوله، وهناخد كده رشه ملح وفلفل، بنستخدمه كمان في التبوله، مشهور جدا، ملح هو يعتبر زي الرز ده كده. اللي عايز يضيف بهارات لحمه تمام، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، طب خليني بس اظبط هنا، معلش ممكن يكون هما مش منزلين ده الاخر، تمام استاذ فضل، معلش احنا نوقف عشان بس ايه الدنيا ما تبقاش مش مظبوطه معانا، عشان انا مش عارفه هي كانت كويسه ومظبوطه، بس ده ليه بيتشنكل لفوق ما اعرفش. لا هنجرب هنا اهو، بسم الله، نجرب كده شوية، حاضر، تعالوا بقى نبص كده بصه، ايوه هو ده بقى، شايفين؟ هناخد بقى بوله نحط فيها الحاجه دي، وهبدا ابصم او اعمل لها كده من ميه البصل اصبعها، يفضل لو سقعت بس ما فيش مشكله، بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد كده وهنزل الكميه دي اهي، شايفين الخليط بقى دي عمرها ما تفك اهي، من ميه البصل كده اهي، شايفين ازاي؟ ونبدا بقى نشتغل مع بعض، يعني اشيل دي هنا ونبدا نحط هنا في الستكس. طيب انا هعمل ايه؟ عندي اهي الستكس، هاخد كده، ممكن اخد التخين بقى افضل، مثلا هاخد بميه البصل كده في ايدي اهو اهو،
اهو شايفين ازاي؟ بيكنج باودر هيخليها تتماسك وتبقى حلوه ان شاء الله. دي الكفته اللي بالبرغل، ممكن نخليها كده وناخد واحد تاني او اتنين. ماشي، ميه البصل، ممكن ميه البصل دي نعصر معاها طماطمايه، مش هيجرى لها حاجه يعني، نبشر معاها طماطمايه ونحط معاها رشه ملح وفلفل، ما بيجراش حاجه كده. شايفين تساعدني ما تبقاش بتلزق معايا. نقفل كويس مثلا، يعني اديها بس شكل كده. انا بعمل كده وبروح حاطه تحت على الصاج شويه يعني بفرد فويل كده عشان بس لو نزلت ميه ولا حاجه تبقى الدنيا ايه، امان. وهاخد كده تاني من الاستكس اهو. شايفين ازاي الكفته دي كمان من الكفتات الحلوه قوي، بتبقى حلوه في العزومات وطريه. البرغل بيديها طراوه والبيكنج باودر بيخليها يعني ماسكه نفسها، تلاقوا قوامها كده حلو تنفش كده، واللحمه تبقى مليانه فراغاتها كده مش متفله. تمام، هاخد كده. طبعا سقعوها، يفضل الشغل فيها بعد ما تتسقع بشكل كويس، لان ما بتسقع بتدي نتيجه احلى الحقيقه يعني. فهنعمل كده شايفين ازاي، بس تدي بس شكل السيخ. ولو عندي حاجه ادخن، انا ساعات بعملها بحاجه ادخن يعني سيخ خشب ادخل من الاستكس دي الحقيقه. شايفين ازاي اهو، ميه البصل دي ما تترميش خالص. اوكي اهو، نكمل دول نحطهم في الفرن ونعمل وصفه جميله برضو من السلطات المحببه بالبرغل. وادي كفته البرغل، زي ما حضراتكم شايفين كده اهي كمية. هنحطها في الفرن ويلا بينا بقى. يلا حبايبي، انا دلوقتي هجهز بقى مع حضراتكم دول، هحطها في الفرن. انا مشغله الفرن على حراره 200 او 180، وتعالوا بقى الايه نحطها سوا كده. ممكن شويه دول كفايه، تعالوا بسم الله. بصوا حاطه فويل هنا فوقها بحيث لما ادخلها بسم الله اهي، والشوايه شغاله خفيف من فوق خلاص، عشان لو نزلت ما بقاش وسخت الصاج يبقى عندي ورقه فويل اتخلص منها بكل سهوله. هنقفل بقى، وممكن انا اكمل السخين اللي باقيين دول، وهستسمح حضراتكم في استراحه. هنرجع بعد الاستراحه نستكمل وصفه حلوه، سلطه بالبرغل بس مختلفه عن اللي احنا متعودين عليها. في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. دلوقتي بقى هنعمل سلطه لطيفه بالبرغل، بيعملوها في تركيا بس بيعملوها بطريقه مختلفه عننا. مش قصه ان احنا بنبل البرغل ونحطه، لا بيشوحوه. طيب تعالوا كده نشوف هنعملها ازاي. هاخد كده معلقتين زيت، ونقول المقادير واحنا شغالين. انا هنا نقع البرغل، كميه من البرغل لا باس بها اهي، وهبدا اديله تشويحه حلوه عكس كل اللي احنا عاملينه. عندي طبعا بصل مفروم، يفضل لو مفروم احمر او مفروم اخضر زي ما تحبوا، انا هستخدم البصل الاخضر. عندي معلقه هريسه وما بيعملوها مشطشطه شويه، اللي حابب ماشي. وعندي معلقتين من الطماطم
متقطعين وعندي مية مغلية وعندي فلفل أحمر مجروش وكمون وطبعا ملح وفلفل. عايز يضيف أي توابل ثانية براحته، أنا هحط عصير ليمون كمان. بصوا الجمال أهو، يلا بينا هنديها بقى صوص جميل كده من النعناع المجفف والثوم وعصير الليمون ده الدريسنج بتاعها، ونص كوباية من دبس الرمان، وخص بقى بصل اخضر، فجل، طماطم، اللي انتوا عايزينه. انا مستخدمه المقادير اللي انا كاتباها دي، اللي عايز يزود حاجه يشيل حاجه يحط حاجه مكان حاجه دي حاجه ترجع لحضراتكم. خلاص ببدا بقى ايه اصفي خلاص كده الكميه اللي انا محتاجاها، وهشوحها تشويحه كده حلوه. خليني بقى اضيف معاه اهو كده تشويحه حلوه معلقه الهريسه زي ما انتوا شايفين كده، بتبقى كده في الاول شايفين ازاي هي مختلفة شوية ان احنا متعودين عليها، وبيحطوا عليها بقى كل الحاجات التانية بعد ما البرغل كده بيبقى باللون الاحمر، رشة كده من الكمون ونقطة كده من الثوم المفروم. وهبدأ انزلها في بولة وهضيف عليها كل الحاجات. هما بيعملوها كده عندهم ما تستغربوش، اللي عايز يعملها بالبرغل عادي زي اللي احنا متعودين عليه مفيش مشكلة خالص، بس بصراحة هي برضو جميلة يعني مختلفة. طيب هجيب بقى بولة، ممكن تبقى هحط فيها الخليط ده وهبدأ بالمعلقة كده هاخد شوية من البصل الأخضر وخليني شوية مثلا من الخس. الخس فوائده كتير، واللي عايز يستخدم الخس البلدي ماشي موجود برضو جميل. طبعا نسبة فيتامين سي حلوة لأنه بيقوي المناعة بشكل حلو، وفي مضادات للأكسدة، وفي فيتامين إيه بيقوي النظر، بيرطب البشرة، بيحمي البشرة دي من الجفاف. بصوا كده هنحط الأول شوية من الخس كده وشوية هنحطهم مع الخليط. بصوا شويه من دبس الرمان هنا وهسيب شويه على الوش اهو. خليني اخد بالمعلقه هنا تقليبه كده، طعم البرغل هنا مختلف. استخدامات دبس الرمان كتير جدا. بصوا عايزه اقول لكم بيستخدموه بقى في المحاشي، في الباميه، في اليخني، في الكفته، في ناس بتستخدمه ساعات في الحمص مكان الليمون، سلطات، في ناس بتحطه مع زيت الزيتون، تحط مع الخضار المشوي، الخضار السوتيه يعني في التشويح. بصوا يبقى بصوا كده ليه استخدامات كثيره الحقيقه. عندي كده شويه من الطماطمات رشه من النعناع، رشة من الكمون. بصوا بقى هاخد من البصل الأخضر ده أنا بسيبه بالجزء اللي بره ده، عارفين ليه؟ علشان ما يعملش ريحة، يعني البصل الأخضر لو شلت الجزء ده بتاعه الحته دي تعمل ريحه، لو انا محتفظه بيه كده ومنضفاه على وقت استخدامه ما يجراش حاجه. تمام؟ وادي فلفل كده خليه كبير عشان الناس اللي بتحب، وهاخد رشه من دبس الرمان دبس الرمان ده خرافي وخطير وطعمه يجنن.
مش عايزه احط رشه ملح كبيره، بحط رشه خفيفه جدا تكاد لا تسكر يعني. وطبعا زيت الزيتون، بصوا هي تتكلم عن نفسها مش محتاجه حاجه خالص حقيقي يعني. بصوا الجمال، وتعالوا بصصوا بصه، بصوا كده على في الفرن، بصوا الكفته على مهلكم. طبعا لو في فحميه دلوقتي تتحط بحطها في فويلايه فيها نقطه زيت اهي، شايفين الكفته، وادي طبق السلطه. ودوقوا بقى البرغل ده، تحسوه كده ايه حاجه مختلفه بطبق السلطه ده، طعمه مختلف مع السلطه، هتستمتعوا بيه جدا على فكره. تعالوا بقى نشوف نقدم الكفته بتاعتنا دي في طبق انتم مجهزينه لي يا ولاد. تسلم ايديكم، بسم الله اهو. خليني اشوف كده، الله، هي هنا لسه شويه، هنا تمام ماشي، طلعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. سخنه شويه، نقفل. اللي عايز يدي فحمه يدي، ها انا مش عايزه اشيلها دلوقتي بس ان هي لسه فيها سنه، بس بصوا بقى قوامها، بصوا. لا الكفته بصراحه رائعه 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 يعني، شايفين الجمال. عايزه احط لها الفحمايه، انا الفحمايه اهي، بصوا في واحده صغننه بس هي صفصفت، بص ممكن نسخن دي هنا، هي شغاله الفحمايه. عشان اعملها لازم اعمل كده، اوعى تحط الفحمه نفسها جوه الكفته، غلط، عشان الباودر ده اللي بينزل ورواسب الكربون بتاعه البتاع. انا بعمل كده كده زي الطبق كده، شايفينه طبق كده خلاص. وبعدين بحط فيه نقطه زيت او معلقه سمنه، نقطه زيت او معلقه ايه سمنه، عشان لما احط الفحمه تتش فيها، فلما تعمل الطشطشه دي هتطلع البخار هنا اهو. بصوا بس بسخنها سنه، يا رب تكون هي كده ايه سخنت، اتمنى يعني انها ايه تكون سخنت كويس، ما سخنتش قوي لدرجه كبيره بس اهي. هي بس مش مفتوح لها صح. لا هي بس ما لحقتش تسخن، المفروض اسخنها تدي بقى البخار الحلو ده علشان تبداوا تحسوا فيها طعم الايه الشوي يعني. وبعدين تاكلوها بالف هنا وشفا. وطبعا هي كفته بسيطه ولطيفه، بس الناس اللي بتحب البرغل تحطه مع اللحوم، هو مفيد يعني، هو مفيد ويا ريت نستغله بصراحه في بعض الوصفات مش بس السلطات. اتمنى يا رب يعني الوصفه تكون نالت اعجاب حضراتكم. خلينا بقى نبدا نستعد دلوقتي للفقره الطبيه مع بعد الاستراحه ان شاء الله. ولو ليكم اي اسئله حضراتكم ابعتوها لنا، هنجاوب عليها من خلال الفقره الطبيه معانا كل يوم ان شاء الله، او من خلال الصفحه الشخصيه شفا عظيمه حمدي بالعربي تحت امركم، وانا ان شاء الله ابعت لكم اللينك الخاص بالدكاتره بينزلوا معانا. ليكم اي سؤال خاص بيكم تقدروا تتواصلوا معاهم. اسمحوا لنا نطلع استراحه ونستقبل بقى ضيوفنا بعد الاستراحه مع الفقره الطبيه.